الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي بها المجرمون؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام رب به جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي حسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.